صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 16 لسنة 2024 بتعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 110 لسنة 2023 بتسمية الوزارة المختصة والوزير المختص بتطبيق المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية. وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقه مجلس الوزراء جاء فيه. يستبدل بنص الماده الاولى من المرسوم رقم 110 لسنه 2023 بتسميه الوزاره المختصه والوزير المختص بتطبيق المرسوم بقانون رقم 20 لسنه 2002 بشان تنظيم صيد واستغلال وحمايه الثروه البحريه النص الاتي: يتولى المجلس الأعلى للبيئة الاختصاصات المعقودة للوزارة المختصة وفقا للمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، ويتولى رئيس المجلس الأعلى للبيئة الاختصاصات المعقودة للوزير المختص وفقا لأحكام ذات المرسوم بقانون.